بكم في اجتماع جديد من اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاستكمال النظر في مقترح المقدم من بعض السادة الأعضاء بإجراء بعض التعديلات الدستورية على الدستور القائم. لقد بدأنا مشوار التعديلات كما تعلمون جميعاً منذ شهر فبراير الماضي، طبقاً لإجراءات دقيقة ومحددة في الدستور وفي اللائحة، والتزمنا في هذه الإجراءات كل الحرص من أجل سلامتها ومن أجل أن تكون متطابقة نصاً وروحاً مع الدستور ومع اللائحة. أود في هذا المقام أيضاً أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع السادة الأعضاء وجميع من شاركوا في جلسات الحوار المجتمعي التي أقامها حوار ثري ومتعدد الجوانب والأبعاد، ومجلس النواب أقول دائما ليس وصيا على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هي نبذ تعدد الآراء، والمجتمع الصحي هو المجتمع الذي تتعدد فيها الرؤى، والأنبياء أنفسهم كما تعلمون لم يكن محل إجماع. لهذا يجب أن نراعي دائماً وأبداً أن هناك اختلاف في الآراء وأن هناك تنوع داخل أي مجتمع. لقد نجح مجلس النواب في أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأي والرأي الآخر، فنظم جلسات متعددة لحوار مجتمعي راقي ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء أو استبعاد، فكانت هذه الجلسات إثراءً حقيقياً للمناقشات وإضافة واضحة للعمل البرلماني الوطني.